يوم الثلاثاء هو العيد لأبدأ بتنظيف المنزل وشراء الأغراض من السوبر ماركت وشراء الألعاب لابنتي الصغيرة هدية في العيد، وسأجلب خروف. هيا لننطلق يا أصدقاء. هيا بسرعة سأنظف. هيا تبدأ التنظيف. انتهيت. الآن سأذهب إلى السوق، ولكن قبل أن أذهب سأحضر خروف العيد. هاي إلى سوبر ماركت، ماذا سأختار؟ سأختار ستوبري هذه، والخضار، وسأختار الآيس كريم والحليب والبيبسي والسبرايت. انتهيت. أنا وصلت إلى قسم الألعاب، ماذا أختار؟ هذه الدراجة أم مجموعة المكعبات أم هذه المريوحة أم هذه اللعبة التعليمية لابنتي في العيد؟ أي لعبة في العيد أختار لابنتي؟ ساعدوني يا أصدقاء. سأختار لها هذه مجموعة مكعبات جميلة للأولاد وللبنات، إنها جميلة جدا. حسنا سأحاسب. عليكم. أهلا. أين خروف العيد؟ هنا. لا أعرف ماذا أختار، الصغير أم الكبير؟ سأختار الكبير.